نقف بمخافة الله لنسمع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر، بركته علينا أمين. دوكساسي كيري من مزامير أبينا داود النبي، بركته علينا أمين. كهنتك يلبسون البر وقديسوك يبتهجون، من أجل داود عبدك هيأت سراجا لمسيحي وعليه يزهر قدسي هللويا. مبارك الآتي باسم رب القوات، ربنا إلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد. ونزل معه وقف في موضع خلاء مع جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحل صور وصيدا، الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيهم من أمراضهم. والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم، وكان كل الجمع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم: طوباكم أيها المساكين بالروح، لأن لكم ملكوت الله. طوباكم أيها الجياع الآن، لأنكم تشبعون. طوباكم أيها الباكون الآن، لأنكم ستضحكون. طوباكم إذا أبغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير لأجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فهو ذا أجركم عظيم في السماء، لأن آباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء. والمجد لله دائماً.